دليل فواكه البحر عبارة عن تطبيق لتقديم المشورة للزبائن عند شراء المواد الغذائية في إندونيسيا، وهو تطبيق طوره الصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة ويعرض معايير حماية الأنواع البحرية. فالأحمر يعني أن الخطر يتهدد النوع ولا يجوز شراؤه، والأصفر يشير إلى تناقصه، أما الأخضر فيعني أن كل شيء على ما يرام. نعتقد أن هذا التطبيق سيساعد المستهلك العادي على التعرف على نوع الأسماك المطابقة للمواصفات البيئية المقدمة في المحلات التجارية أو في المطاعم. أظهرت دراسة للصندوق أن قرابة نصف الأنواع البحرية قد اختفت في أنحاء العالم، وذلك من سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم. محل بيع الأسماك بلوز مشارك في الدليل الرقمي الخاص بفواكه البحر، ويعمل فقط مع الصيادين الذين تلقوا تدريباً خاصاً بالصيد المستدام تحت إشراف الصندوق. الإقبال على شراء الأسماك بمساعدة الدليل يساهم في صيد مستدام في إندونيسيا. يعتبر هذا المطعم الفرنسي المغربي في جاكرتا من زبائن محل بلوز لبيع الأسماك، إذ يقدم صاحبه فقط فواكه البحر المصطادة بطريقة مستدامة. ينبغي أن نكون مثلاً يحتذى به. نريد أن نظهر للآخرين بأننا نهتم بكوكبنا وبحارنا ونحرص على عدم تدمير كل شيء. صحيح أن هذا النوع من الأسماك مكلف شيئاً ما، غير أن مذاقه مميز.